بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كل عام وحضراتكم طيبين وبألف خير وصحة وسعادة في مناسبة هذه الأيام المباركة. وما تنسوناش من صالح دعواتكم في هذه الأيام المباركة، وما تنسوش إخواننا في فلسطين من دعواتكم. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين يا رب العالمين. مهيب عبد الهادي ده زي ما بقول حضراتكم المتحدث الرسمي باسم حسام حسن وابراهيم حسن، ماسك الطبله وبيطبل لحسام حسن وابراهيم حسن، وطالع يقول لك انا ما بطبلش، انا ما بقولش حاجه، انا بديهم حقهم. وطالع بيقول لك الناس امبارح بعد الماتش الناس كانت مبسوطه، مصر كلها كانت مبسوطه، ليه الناس بقى تطلع وتنتقد حسام حسن وابراهيم حسن وتتكلم؟ انت يا ابني تيجي تتفرج على الماتش فين؟ الناس كلها كانت مبسوطه، الناس مين اللي كانوا مبسوطين؟ يعني النقاد الرياضيين اللي في مصر واللي بره مصر، المصريين اللي عايشين، خالد بيومي ده صاحب غرض، خالد بيومي عنده مشكله عايز يمسك يدرب منتخب مصر، ها؟ تمام؟ الصحفيين اللي هنا، الاعلاميين اللي هنا، وعلاقتهم بحسام حسن، فين المشكله؟ انت في القعده بتاعتك انت دي، القعده بتاعتك انت دي، ها؟ كان حسام حسن قاعد جنبك وبينتقد كيروش، وبينتقد الكابتن دياس، وبينتقد محمد صلاح، وبينتقد اللعيبه. ليه بقى يا استاذ مهيب لما الناس بدات تتكلم عمال تحاربوا الناس في ايه؟ وانت مفكر ان الطريقه دي هتنفع؟ ده الطريقه دي بتكره الناس حسام حسن اكتر، وبتستفز الناس، وتخلي اللي مش عايز يتكلم هيتكلم، لان انا قاعد ساكت يا عم، شايف الاداء منيل ب60 نيله ومطين ب60 طين وقاعدين ساكتين. لما الاقي واحد بيستعمله يقول لك الاداء زي الفل، احسن اداء من ساعه ما لعبت انا كوره، ده تصريحات حسام حسن، انا ما بقولش كلام، احسن اداء، واحنا مستحوذين من امتى بنستحوذ خارج ارضنا واللعيبه وانا راضي، وحتى لو كنت ايه الكلام ده؟ وبعدين المهم وطنيا، انتوا ليه عايزين مش عايزين منتخب مصر يفشل؟ انت مش عايزين، انت ليه عايزين منتخب مصر يفشل وناس زعلانه عشان منتخب مصر هينجح؟ ايه الطريقه دي كلها؟ لو انا مش عايز اتكلم حسام حسن ولا انتقد حسام حسن، طريقه حسام حسن وكلامه هو وابراهيم حسن، وحسام ابراهيم حسن لما يطلع يتكلم واحد يقول خبر، واللي خالد الدرندلي اكده النهارده، ها لما يطلع خبر، ولما الناس تتكلم عن محمد صلاح في واحد هايف، في واحد تافه، الطريقه دي كلها تاني. لو واحد مش عايز يتكلم هيتكلم، وكلامك يا مهيب بيستفز الناس اكتر، واللي مش هينتقد ده طالع مهيب بيقول لك ايه حسام حسن وابراهيم حسن عملوا جابوا لعيبه، كفايه انهم رجعوا محمد رجعوه منين؟ هو الشناوي كان في اليابان ورجعوه؟ هو الشناوي كان في تحت الارض ورجعوه؟ هو انت عندك حارس في مصر احسن من محمد الشناوي؟ هو يرجعه مين؟ هو دي وكاله بتاعت محمد الشناوي ولا مين؟ هو لو شايفين ده منتخب مصر، لو في حد اصلح من محمد الشناوي مش هيجيبه، يعني ما جملوش محمد الشناوي، ما رجعوش محمد الشناوي. محمد الشناوي لو مش حارس قوي واقف على رجليه، حسام حسن مش هيجازف بيه، رجعوه منين؟ محمد الشناوي حارس مصر الاول، دلوقتي رجعه بتنسب عوده، ما كان كده هيلعب كده كده في النادي الاهلي، كان قاعد على الدكه وجاهز في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي. لا ده حسام حسن بيقول رجعه الشناوي، ايه يا عم الهبد ده؟ يا عم كفايه زهقتونا، قرفتونا في عيشتنا يا عم الحاج، طبلوا في حته ثانيه. ها انت كده مش بتدافع عن حسام، انت بتخلي الناس تهاجم حسام وابراهيم اكتر. يعني النصيحه الصح المفروض بقى اي واحد بيحب حسام وابراهيم يقول له اهدى، ما تتكلموش كتير في الاعلام، خلي شغلكم يتكلم عنه، ما تضطروا تتكلموا عن نغمه الوطنيه، مصر والناس كلها وطنيين ومصريين ونفسهم منتخب بلدهم يكسب. على الجانب الاخر ميدو اتكلم في قصه محمد صلاح وحسام حسن وحمدي اللاعب مصطفى فتحي، وقال لك الحمد لله ان القصه جت مع مصطفى فتحي لانه لاعب متربي ولاعب خلوق ولاعب، لو كانت جت في غير مصطفى فتحي وعلاقه الادب والاحترام ان لاعب يبقى موجود على الخط وبعدين لاي ظرف ما يرجع يقعد، ما شفناها مليون مره لعيبه بتسخن وبتقف وهو بتلاقي لعيب اتصاب وقع والمدير ارجع دلوقتي ما نشوف القصه بتاعته. ايه الغريب في بدل ما نتكلم ونقول اللي حصل او اللي وصل ما بين حسام وصلاح ده يصح ولا يصح، سيبوا القصه وبنمجد في لاعب تاني عشان في نادي الزمالك وبيلعب في بيراميدز ممكن يرجع تاني لنادي الزمالك في اي وقت من الاوقات. يا جماعه النقاد الرياضيين دول خربوها،
يا جماعه الاعلاميين خربوها، مفيش حد بيتكلم فيما يخص صالح الكره المصريه. انا ما بتكلمش عشان ننتقد صلاح او حسام حسن، حسام حسن مخطئ لو انه صاحب قرار وخد قراره ولاعب هيغير لازم اطلع زي ما الكابتن حسن شحاته عمل، نموذج يطلع وانت مفيش غيري، كان ممكن حسن شحاته يتراجع وما ينزلش عمرو زكي وما كان عمرو زكي ما يسجلش في السنغال، كان ممكن يتراجع، الكابتن حسن تمسك بقراره. فده ضعف شخصيه من حسام حسن، مفيش فيها كلام، ما حدش يقول لي زي ما انت عايز. قلت النهارده انا لو مدير فني وعايز اسال هتكمل تكمل او ما تكملش بناء على هل في اصابه، هل انت مبهدل، هذا ده كلام من ده على طول بيني وبينك هتقول، لكن انا خدت قرار ان لاعب هينزل وبنادى اللي هتطلع اللي هتناقش واللاعب واقف، ما نتكلم كلام منطقي وكلام عقلاني يعني، لكن ميدو ساب الكلام ده كله وبنادى مصطفى فتحي لو واحد، لا والله ما مصطفى، لو اي حد تاني هيقعد غصب عنه، ملوش مش بتاع المدير الفني مش هغير. وانا النهارده عشان جبت واحد وقفت على هو، وانا مجبر ان انا زيه كمدير فني، مش هنزلك يا عم ارجع. مش اذا كان الكابتن عماد متعب، عماد متعب مش مصطفى فتحي غيره، كان بيسخن وبتاعه في الاخر تاني مع حسام بدري اعيد وعاد، انما ده ما بتحصل لعيبه كلها بتسخن وهتنزل وفي اخر لحظه ما تنزل. ايه التمجيد في مصطفى؟ ايه بقى العبقريه بتاعت مصطفى فتحي؟ لا هنا في خطا، ما تقوليش كان يسكت، لا كان هيمسك سكينه ويشرط حسام حسن، كان هيضرب حسام حسن بغير، كان هيضرب حسام حسن وهو على الخط. مين اللي طب ما هو اوف ده لاعب محترم نزل وطلع وما فتحش بقه، قالوا بقى اللي مجده اللي طلع ونزل وما عملش مشكله ولا لا؟ شفنا لعيبه مصري انت في طلعت قطعت وكنت عايز تتخانق مع الكابتن حسن شحاته، انما ده بتمجد في تصرف طبيعي. يا جماعه احنا بنعينا بنعمل من الفسيخ شربات وبندي بنمجد في حاجات امور طبيعيه وسايبين الامور الغير طبيعيه ما بنتكلمش فيها. على الجانب الاخر هاني حتحوت وكلام عن كهرباء، قصة كهرباء انا اتكلمت مع حضراتكم عليها. كهرباء عايز يطلع عار لو جات له فرصه، لكن مش هيطلع الا بمباركه وموافقه النادي الاهلي ورغبه النادي الاهلي. مارسيل كولر والكابتن محمود الخطيب في الاجتماع اللي كان اول امس ما بينهم وبين بعض، وقلت حضراتكم تم طرح فكره كهرباء، هل كهرباء لو جاله عرض يمشي ولا ما يمشيش؟ فمارسيل كولر قالك لو في عرض يمشي مفيش مشكله، لو في عرض انا ما بطالبش ان هو يمشي، ما بقولش ان كهربا هيرحل، اما ده كلام مارسيل كولر، ما بقولش ان انا قرار برحيل كهربا لا، لكن لو في عرض يرحل، لان انا عندي اللاعب وسام وعندي مودست هيكمل معانا شهرين، ده بالاتفاق مع مجلس اداره النادي الاهلي، هيملي عقده 30/6 هينتهي كمان شهرين، ممكن يكمل بدون مقابل مادي لحد ما اللاعب يلاقي عرض خلال الفتره دي. فمارسيل كولر لو عنده عرض مفيش مشكله. لا هاني هتحط طالع يعمل ازمه. بص يا سيدي، مارسيل كولر مش عايز كهربا، والكابتن محمود خطيب عايز كهربا، وفي انقسام في لجنه التخطيط. لجنه التخطيط مين؟ ده هم ثلاث انفار. انقسام ازاي يعني؟ يا اثنين مع يا اثنين ضد. انقسام ازاي؟ مفيش انقسام، واحد مقابل اثنين، الكابتن محسن صالح، الكابتن زكريا، الكابتن حسام يعني الكابتن محمود الخطيب المشرف بقى وموجود معاه، هو اللي بيفصل او هو اللي قصه خلصان. لكن لازم كهربا واعمل ازمه، كهربا اللي ماشي بشكل جيد، كهربا اللي ما طلعش اتكلم كلمه، كهربا اللي كولر قال لك انا مركز عايز المركز، ما هو ده واضح ان كولر من خلال مش شايف كهربا يعني، وقال له لو في فوق، لكن ما مطالبش انه يمشي. ما هو كولر في اخر حوار مع ابراهيم فايق لما قال له تصنيف كهربا قال ما اقدرش اصنف كله على حسب المباراه وحسب الاداء، كان في الفتره اللي اتكلمت فيها كان ترتيب كهربا التالي، لكن عايز اخلق مشكله واعمل مشكله لكهربا ونقول يمشي؟ لا لا يا هاني، لا والله يا هاني مش كده يا هاني. كمان الكابتن ياسر رضوان المفروض ان هو في قطاعات الناشئين في النادي الاهلي، اشتغل في النادي الاهلي، انا بستغرب من الناس اللي بتطلع تقلل من لعيبه لما يتكلم عن محمد هاني. محمد هاني قدم مباريات مع المنتخب بشكل جيد ومع النادي الاهلي بشكل جيد، وشخصيه وكابتن النادي الاهلي، لما تيجي النهارده تطلع تقول عليه هو مش شخصيه قويه، ده صح ده انتقده فنيا زي ما انت عايز، ما كانش موفق في المباراه ده، اليوم ده مش يومه، قدم مباراه من أسوأ ما يكون، عنده احسن من كده انتقد، لكن مش شخصيته، شخصيته قويه يعمل ايه يعني؟ راجل بيلعب وبيأدي، ما ينفعش تقول على كابتن من كباتن النادي الاهلي الكلام ده يعني. لكن الاعلام ياسر رضوان من الشخصيات المحترمه. وسام ابو علي زي ما قلت حضراتكم سيعود خلال ساعات الى النادي الاهلي، منتخب فلسطين للاسف خسر من استراليا بخمس اهداف، وياسر حمد مدافع نادي الزمالك تسبب في ركلتين جزاء، لم يشارك طبعا في المباراه الثانيه وكان موجود في قطر. النادي الاهلي كان بالتنسيق مع وسام ابو علي ان هيعمل
فحوصات، لكن للاسف وسام ما عملش الفحوصات دي في اكاديميه سباير في الدوحه، وهيعود الى النادي الاهلي خلال ساعات عشان يعمل الفحوصات دي، وبناء عليها يتم وضع البرنامج العلاجي ليه بنسبه كبيره. ممكن ما يلحقش مباراه الزمالك اللي هتكون يوم 25 من الشهر الجاي. وكيل مكوينا لاعب نادي صن داونز احد الاهداف الخاصه بالنادي الاهلي، واتكلمت حضراتكم ان مارسيل كولر معجب باللاعب ومتابع اللاعب، لكن وكيله قال لك انا ما اقدرش ااكد او انفي معلومه لعب مكوينا للاهلي في الفتره المقبله، ما اقدرش اقول، لكن حتى هذه اللحظه ما فيش مفاوضات رسميه مع من النادي الاهلي مع نادي صن داونز، لسه عقده مع نادي صن داونز مستمر لعامين. يعني تريزيجيه من الشخصيات المحترمه كان موجود مع ابراهيم فايق في البرنامج الخاص بابراهيم فايق، اتكلم كلام كثير جدا حوالين عقليته وطبته واحترامه وعقله لعقليته الاحترافيه. يعني اتكلم قال لك ساديو ماني بعد نهايه كاس افريقيا 2021 قال لي تريزيجيه قال له انت زعلان ليه؟ يعني احنا اول مره نكسب بطوله امم افريقيا، يعني انتوا معاكوا 7 بطولات من النسخه دي. يعني اتكلم عن صلاح قال لك صلاح ما رفضش التبديل والكلام ده ما حصلش، كابتن حسام حسن ساله على حالته ورده قال له انا كويس. يعني ده طبعا كلام مهذب من تريزيجيه، لكن خالد درندلي قال نفس الكلام اللي احنا بنقوله، سال وتطلع، هتطلع انت كويس، انت عايز تلعب ولا تكمل ولا تطلع. فاحنا اتكلمنا عن حسام حسن جاي تاخد القرار واللعب على الخط ما ينفعش. يعني كلم قال لك تريزيجيه ان هو بيتعرض للظلم الاعلامي، لكن اللي بيقدمه بيخلي الناس تتكلم عنه، حتى لو اللي بيتكلم عنه ده بيتكلم بطريقه فيها او مجبر انه يتكلم، لان زي ما بيقولوا كده الشمس ما حدش يقدر يخبي بسبب ادائه. يعني او ممكن ما يكونش بيحبني بس انا بجبره انه يتكلم عني بسبب ادائي. يعني بالنسبه للعيبه قلت لحضراتكم في لعيب زي طاهر محمد طاهر من ضمن اللعيبه اللي مارسيل كولر واخد قرار انه يعني يطلع من النادي الاهلي كاعاره كبيع. بدا بعض الناس يتكلم اصل هيسيب من هنا ويروح نادي زمالك، يروح مكان يروح، لكن هو اقرب هيروح لنادي زد، لان نادي زد فيه تعاون ما بينه وما بين النادي على سبيل الاعار. لكن هل انا كل لاعب يطلع ما يروح الزمالك عشان امسك فيه؟ يعني ما يروح، ما يروح يا سيدي. يعني ولاعب لو هيفيدني هيكمل معايا، مش محتاجه بقى مش هيفيدني يروح مكان ما عايز يروح. يعني في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.